المرحلة الثانية في انتخابات مجلس شعب الثورة، النهاردة تاني يوم في إعادة المرحلة الثانية. أكيد كلنا متابعين الانتخابات لأنه كلنا شاركنا فيها أو معظمنا شارك فيها، ولكن في كلام كتير حول العملية الانتخابية، حول مجموعة من الانتهاكات اللي حصلت، حول أرقام بنسمعها، نسبة المشاركة كتيرة ولا قليلة، مخالفات اللي كلنا عمالين بنسمع عنها وكلنا بنشارك فيها بشكل أو بآخر، يعني إذا كنا بنقبلها أو ما بنقبلهاش. يمكن كلنا في نهارك سعيد كنا بنقول لكم من أول يوم إن كلنا مراقبين، كلنا هنتابع العملية الانتخابية، مشاركتنا مهمة مش بس عشان صوتنا، عشان كمان لما نشوف حاجة غلط نقول إن دي غلط. هي حالة من التعلم يعني. النهاردة هنتكلم على حملة شعارها شارك وراقب وتعلم، شارك وراقب وتعلم. بيشرفنا يكون معانا أستاذ محمد محيي، رئيس جمعية التنمية الإنسانية. نهارك سعيد يا فندم. نهارك سعيد. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. بما إنه التحول الكبير بعد ثورة 25 يناير إنه بقينا كلنا مراقبين، وإنه حتى مجلس الشعب اللي جاي اللي إحنا بننتخبه إحنا مراقبين عليه وعلى أدائه، إيه أكتر الملحوظات السلبية اللي أخذتموها على الانتخابات حتى هذه اللحظة؟ بداية أنا حابب أتكلم عن فكرة أو شعار الحملة، شعار شارك وراقب وتعلم. ده شعار إحنا بدأناه من 2010، وكان في تصورنا في 2010 في ظل نظام بيوجد تزوير عملية انتخابية إن الحل الوحيد لتقليل فرص التزوير هو المشاركة الفعالة من المواطنين وزيادة نسب المشاركة. كان عندنا تصور إن زيادة نسب المشاركة تحد، وده فعلا حقيقي، إنها بتحد من عملية التزوير أو من عملية تسويد البطاقات بصفة خاصة. وبدأنا فكرة المشروع بتاعنا في 2010، والحمد لله ربنا أكرمنا بثورة، قضينا بثورة 25 يناير. فضفنا إلى الفكرة كمان وتعلم، لأن مهم جدا إن احنا نحافظ على مشاركتنا، ده رقم واحد. اتنين، نراقب، وده شعور زي ما حضرتك بتقول في المقدمه، فكره مش بس مراقبه العمليه الانتخابيه، لكن فكره مراقبه اداء كل مسؤول، فكره الملازمه ما بين المسؤوليه وما بين الواجب الموجود لهذه المسؤوليه ايا كانت في اي مجال. وده مفترض المواطن المصري يفعله طول الوقت، يعني ما فيش حد النهارده بعد 25 يناير اصبح في منأى من المساءله او منأى من المحاسبه، ودي مهمه وده دور المواطن. طبعا في خلال رصدنا بنرصد حاجات كتير جدا، يعني بدأنا فكرة الحملة من التحفيز على المشاركة، ثم بدأنا نراقب كل عناصر العملية الانتخابية منذ مرحلة التسجيل. الحمد لله ما شبهش كتير من العوار اللي كنا بنشوفه في السنوات الماضية في إشكاليات التسجيل. فأعتقد إن كانت فترة تسجيل المرشحين دي كانت فترة جيدة، خالية بشكل كبير وتمدت وكانت خالية بشكل كبير جدا من المشاكل، وكان ده شيء جيد. لكن لما بدأنا مرحلة الدعاية الانتخابية بدأت معانا الإشكاليات اللي موجودة، أهمها الخطاب الديني، الخطاب الطائفي اللي موجود داخل المجتمع، الاستقطاب الديني اللي بيحدث. ده كان أبرز مراحل الدعاية الانتخابية وده شيء مرفوض. استمر الاستقطاب الديني والدعاية الدينية حتى بعد بدء العملية الانتخابية، وللأسف الشديد إحنا ما توقفتش عندنا مرحلة الدعاية الانتخابية. في كل دول العالم اللي بتجري عملية انتخابية بشكل ديمقراطي مفترض إن في فترة صمت، وفترة الصمت دي بتكون احتراما لعقلية المواطن ان هو يختار ويصنع قراره بنفسه. احنا للأسف الشديد ما عندناش هذا الفاصل ما بين مرحلة الدعاية الانتخابية وما بين عمليات اجراءات التصويت او اليوم الانتخابي. بس هل ممكن نقول ان الالتزام بالصمت الانتخابي احسن في المرحلة الثانية من المرحلة الاولى؟ والله يعني انا برضو شايف ان ما زال في انتهاكات وانتهاكات كبيرة. يعني انا هقول لحضرتك على موقف كوميدي شويه من ضمن رصد احنا صدناه امبارح. يعني لا، فتره الصمت الانتخابي فمرشح هو يعني الرمز بتاعه البرتقاله، جاب برتقال ووزعه على الناس عشان هو ما يخترقش الصمت الانتخابي. يعني في امور كتير كانت بتحصل في مرحله الصمت الانتخابي. لكن احنا عندنا اشكاليه حقيقيه في فكره الدعايه الدينيه المستمره وفكرة الانتهاكات المرتبطة بالصمت الانتخابي. طيب خلينا يا فندم اقسم اللي حضرتك قلته ده لمرحلتين عشان يبقى واضحين بس بالنسبة لنا. في انتهاكات ليها علاقة بمرحلة الدعاية اللي هي المفروض انها تتوقف عند الصمت، وفي انتهاكات ليها علاقة بالناس ما بتحترمش الصمت، وفي انتهاكات ليها علاقة بيوم الانتخاب نفسه، صح كده؟ تمام. ده اسمها الثلاث مراحل. تمام ده صحيح جدا. الانتهاكات اللي ما قبل ليها علاقة باستخدام شعارات دينية؟ اه طبعا. كمان قبل بقى لما كان في مرحله الدعايه الانتخابيه، في حاجه تانية لا غير استخدام الشعارات الدينيه؟ طبعا الاستخدام الاماكن الغير مصرح بالدعايه الانتخابيه فيها، يعني استخدام الملصقات على اماكن عامه وعلى منشات عامه بالمخالفه للقانون، وده امر كان يجب ده كله عمل كده. ده شوارع مصر كلها ملصقات. ما احنا فكره ان كله عمل كده، احنا مش معنى ده ان ده صح، لكن معنى ده ان ده خطا. السبب في هذا الخطا هو عدم وجود فكره المشروعيه القانونيه والمحاسبه. لو في محاسبه قانونيه لهذه الانتهاكات
والقانون خول في ده المحافظين والاحياء انها تزيل على حساب من قام بهذا الفعل، وده امر سهل جدا. الا فكره موجوده، مش هما الناس تعلق حاجتها فين؟ في ايه البديل برضه؟ في اماكن تخصص لده، وده برضه حاجه مهمه. احنا قبل ما نمنع يعني. الشديد احنا ما بنقولش ايه البديل، سقف الانفاق، وده انتهاك انتهكه معظم الناخبين. لكن لما تيجي تقول لي حضرتك طب ايه الاليه بقى عشان تحاسب سقف الانفاق، ايه هي الاليه اللي حطتها اللجنه العليا لمحاسبه سقف الانفاق؟ ولا حاجه. وما هي الاليه للجهات؟ ان هي الاليه بالنسبه لانه كل جهه تعلن عن حساباتها وتعلن عن مصادر تمويلها، الكلام ده غير مطبق. ده مفترض في اي عمليه سياسيه ديمقراطيه، لكن للاسف الشديد انت ما اصلتلوش في القانون، ولا اصلتله في القانون، ولا حتى في قرارات اللجنه العليا المنظمه للعمليه الانتخابيه واللي بتشرف على الانتخابات، ما اصلتش لده، ما قالتش ايه هي القواعد التي يجب ان نلجا اليها عندما نريد محاسبه المرشح سين او المرشح صاد في حجم الانفاق اللي كان موجود على حملته الانتخابيه. طب ماذا عن استخدام المواد الغذائيه واستخدام حاجه الناس وانابيب البوزاجاز والبطاطين؟ كل دي امور، يعني كل دي امور كلها يعتبر ذلك رشاوى انتخابيه. رشاوى انتخابيه، يعني خلينا نكون صراحه، يعني صراحه مع انفسنا اكتر، في هناك فرق بين العمل الخيري وبين توجيه هذا العمل الخيري. فكره توجيه العمل الخيري بقصد استغلال حاجه الناس ده امر مرفوض تماما، خاصه انك بتستغله في عمل سياسي، في عمل دعايه انتخابيه. لكن برضو في جوانب لازم نلاحظها، يعني في استغلال في ازمه الانابيب، لكن هو مين اساسا اللي ادى الانابيب دي للشخص ده عشان يستغلها؟ عندنا خلل داخلي. خبر كان بيقول انه 1000 انبوبة بوتاجاز تم توزيعها لصالح احد الاحزاب في مكان ما، يعني باعداد اكبر كمان من ال1000. انا يعني قدر ياخدهم ازاي اصلا؟ ما هي دي الفكره بقى، يعني هي دي الفكره، مين اللي اداله اساسا مكنه من الحصول على ده؟ الشوادر اللي اقيمت لبيع اللحوم في الشوارع، ونفاجئ ان هذه اللحوم يعني مفترض انها من منتجات القوات المسلحه. طب القوات المسلحه كان اولى بيها انها تقيم هذه الشوادر. منين يا فندم؟ منين يا فندم؟ من القوات المسلحه. طب ازاي دي تحتيها 10,000 خط؟ 10,000 خط، والانابيب تحتها 10,000 خط، لان ده كان المفترض. طب معلش، ما انت يعني لو في حد قادر على انه يصل للانابيب 1000 انبوبه او 2000 انبوبه في بعض القرى ويوزعها، وانا عندي رصد في محافظه الدقهليه لهذه الانابيب مثلا على سبيل المثال، وعليها استيكر لاحد الاحزاب السياسيه اللي موجوده على الساحه مثل تيار ديني، وهي بتتوزع وبتوصل لحد المنازل. طب ما اولى بالدوله انها تقدم هذه الخدمه. يعني دي امور كلها يعني مفترض انها تكون محل نظر. لكن استمرار الدعايه بقى في اليوم الانتخابي، لا معلش انا عايز اقف قبل دي، معلش برضو ثانيه قبل ما نتكلم على الصمت الانتخابي في المرحله اللي ما قبل الانتخابات. كل حاجه قلت وانا قاعده بفكر، هو انا مش بدافع عن اللي قاموا بانتهاكات دعايه الانتخابيه، بس نفس الوقت انا كده الملام فعليا هي لجنه عليا الانتخابات بالطبع. يعني اذا كان مفيش بديل علق فيه عليه ملصقات، اذا كان مفيش بديل اعمل بيه دعايه انتخابيه، اذا كان ما عنديش وسيط استخدمه غير الخمس دقائق بتاعه الاعلام اللي طرحت في القنوات المختلفه، اذا كان مفيش اليات لا حسابات الحد الادنى الحد الاقصى للانفاق، اذا كان كل ده مش موجود، اذا خلاص ما حدش غلطان. بص حضرتك، لما بيكون في غياب القانون، ولا انا غلطانه؟ لا مش غلطانه طبعا، لا في غياب القانون اي حاجه ممكنه. صحيح، احنا ما عندناش قوانين بتنظم فكره حجم الانفاق، عندنا رقم فقط بينظم حجم الانفاق. بنقول ان حجم الانفاق المفروض ما يزيدش عن كذا، لكن انا ايه الاليات لمراقبه هذا الحجم؟ طب هو السؤال يا فندم، قانون مباشره الحياه السياسيه مش بنوده دي كلها المفروض ان هي تكون ضوابط؟ يعني مثلا في حاجه كنا بنتكلم فيها قبل الهوا اللي هي حكايه كشف وكشفين، واحنا شايف وحضرتك شايف ان ده مش موضوع يستاهل ان احنا نقف عنده، بس هل انه كل صندوق يبقى فيه معاه كشف والناخبين ماضيين جنب اساميهم الا يمثل ذلك نوع من الضوابط للعمليه الانتخابيه؟ فاحنا هنا بنتكلم عن دي ضوابط كتيره جدا، وهي هي الانتخابات عباره عن اجراءات. تمام، بص حضرتك لازم نفرق في عمل اللجنه العليا للانتخابات ما بين كونهم قضاء اجلاء بنقدر عملهم كقضاء وبنحترمهم فيه، وبين اجراء العمليه الانتخابيه، وده عمل مادي اداري اخر تماما عن العمل القضائي. صحيح، موجود فيه جوانب كبيره جدا وكتيره جدا مش موجوده خبراتها عند الساده المستشارين اللي بيديروا اللجنه العليا للانتخابات. معلش يعني هم مش خبراء، هم اهل ثقه بالنسبه لنا، يعني هم اهل ثقه لكن مش اهل خبره في اداره العمليه الانتخابيه، وده واضح. يعني احنا عندنا اشكاليات كبيره في اداره اللجنه العليا للانتخابات، انا بتكلم في الاداره ما بتكلمش في فكره هم اشخاص جديرين بالثقه ولا لا، لكن انا بتكلم في ادارتهم، وده امر لازم كلنا نلتفت اليه. مفيش خبره، ما تمش الاستعانه بمتخصصين وخبراء، بمعنى متخصصين وخبراء في كل حضرتك بتتكلم فيه. احنا عندنا اشكاليات في اداره العمليه الانتخابيه بتبدا منذ
اللوائح اللي بتنظم هذا الامر، مفيش لوائح وضوابط بتنظم عمل الادعاء الانتخابي، اليات لهذا الامر. تكتشف طول الوقت انت بتكتشف اشكاليات لان انت ما حطيتش في اللوائح بتاعتك وفي القرارات بتاعتك. طب خلاص، ما عشان كده بقول ان ده مش ما تعتبرش انتهاكات ساعتها اذا كان ما فيش لائحه يعني. لا هي هو حطها انها انتهاك لكن ما حطش اليه كيف يتصدى لهذا الانتهاك. ما انتهاك لايه اذا كان مفيش اخرى قاعده؟ لا فهو في قاعده، هو في قاعده حجم الانفاق لكن ما فيش قاعده ان انا حاسب اول حجم الانفاق قد ايه. لائحه تنفيذيه يعني مش لائحه تنفيذيه بالزبط. القصور في اللائحه التنفيذيه، القصور الاكبر ان احيانا بيكون موجود بقى في قرارات ممكن تكون في ايدي ان انا اقدر اوقف بيها وبستخدمهاش، ودي الاشكاليه الاكبر بقى. زي ايه يا فندم؟ زي فكره الصمت الانتخابي بقى، ودي نتكلم بقى المرحله ودي دي ودي كارثه. يعني لما نبقى موجودين من اول يوم في المرحله الاولى بنتحدث عن ان في هناك كسر للصمت الانتخابي، عشان بس تبقى الصوره واضحه ومفهوم ايه مشكله الصمت الانتخابي. لانه في بعض الناس يقول لك ايه المشكله يا سيدي ما كل الناس بتعمل دعايه انتخابيه. الاشكاليه الكبيره ان احنا عندنا 60% من المتوجهين للصندوق الانتخابي ما عندهمش قرار حقيقي محركهم. كل الناس ليها دوافع مختلفه، ممكن يحركني دافع ان انا رايح اقدم مرشحين معينين، وقد يحركني دافع الغرامه، وده امر يعني خلينا نتكلم بصوره واضحه. 500 جنيه لو في بتتكلم في اسره فيها اربع افراد هتتكلم في مبلغ 2000 جنيه في الظروف الاقتصاديه احنا موجودين فيها، ده ضعف دخله في حالات كتير، ثروه يعني. معلش النهارده 2000 جنيه ده مبلغ مش قليل، عشان في اسره متوسطه تروح تدفع مبلغ هذا، او اسره تدفع مبلغ بقى بالاسره الفقيره او المعدمه، هو قد دخله اربع مرات، فده محرك. وثمن الاعلان اللي بيتعمل في التلفزيون كام؟ يعني احنا عارفين انه غالي جدا. فاحنا لو احنا بنتكلم على الحد الاقصى للانفاق، فاعتقد انه ده احنا لو حصرنا عدد الاعلانات بالمقارنه بثمنها اعتقد هتعدي الحد الاقصى. 500 جنيه غرامه. كمان 500 جنيه غرامه الثانيه. لا انا بتكلم على الاعلانات، الاعلانات التلفزيونيه نفسها. ما هي مفهوم. في كل الاحوال هي المنظومه كلها فيها خلل، لكن خلينا نمسكها حاجه حاجه. لما نتكلم كمان على 500 جنيه غرامه، دي محرك لعدد من الناس ما عندهمش توجه. وايضا في بعض الناس حركتها الثوره، حركتها حالة المشاركة الإيجابية الموجودة في المجتمع، فراحت للصندوق عشان دول عارفين هيقولوا إيه تقريبا. دول 60% تقريبا يعني اللي حركوا الغرامة وحركوا إن هو عاوز يشارك في صنع مستقبل البلد، لكن ما عندوش معرفة بالمرشحين. ما كانش عندنا فترة كافية للأحزاب السياسية والمرشحين إنها تندمج وتنخرط مع المواطنين فيبقى في معرفة. دول لما بيروحوا وما عندهمش قرار، تأثير الدعاية اللي موجودة خلال اليوم الانتخابي بيتعاظم عليهم. حضرتك شغالين في الإعلام وعارفين ما هي قيمة دعاية اللحظة الأخيرة وقيمة تأثير اللحظات الأخيرة على قرارات المصوتين، فلما تسمح بوجود هذا الأمر ده انتهاك. بيستفيد منه كل من يورثوه، لأن مفيش عندك محاسبة ليهم. بيزيد بقى في حزبي الحرية والعدالة وبيزيد في السلفيين ممارسة هذا الأمر، لأن بصورة يعني مبسطة هم عندهم أكبر عدد من الأنصار والمندوبين الموجودين في الشارع، فبالتالي واضح إن هم بيستفيدوا من هذا الامر. لكن الخلل ده موجود عند كل المرشحين لان اللجنه العليا ما تدخلتش فيه. بيزيد تاثيره عند من لديه مندوبين اكتر في الشارع، وده امر محل نظر ولابد كانت اللجنه العليا تتخذ فيه اجراءات. هناك تدخل، عشان ابقى برضو بنتكلم بموضوعيه، هناك تدخل لمنع فكره اللابتوب اللي كان موجود قدام اللجان، لكن مش في كل اللجان. يعني احنا رصدنا ان الجيش تدخل، الشرطه تدخلت في بعض الاحيان لمنع فكره ان يبقى في لابتوب موجود تبع حزب معين ويوجه الناخبين للتصويت لصالح مرشحيه، بحجه ان انا بقول لهم اللجنه بتاعتهم فين. طيب استاذ محمد اتفضلي. يا لا انا بس عايز اتكلم، بما اننا بنتكلم عن الانتهاكات عايز اتكلم تحديدا عن الشعارات الدينيه بقى، لانه دي من اوائل من ساعه ما بدانا الانتخابات اول حاجه الناس اتكلمت عنها عدم استخدام الشعارات الدينيه. بس الناس بتقول ان دي لغتنا، ده احنا لغه، احنا شعب متدين فبطبيعه الحال بنستخدم حاجات فيها شعارات دينيه لان احنا مسلمين ومسيحيين متدينين. يعني اخر حاجه كانت امبارح هو انه ذنبك مغفور انتخب النور. يعني ده يعتبر شعار ديني ولا ده يعتبر ايه؟ شعار ديني. يعني لما اتكلم في فكره الوعد بالجنه وده استخدمت في العمليه الانتخابيه، لما اتكلم على ان هناك ممارسات لجعل بعض الناخبين يقسموا على المصحف قبل التصويت ان هو هيصوت لصالح مرشح بعينه، دي كلها امور خاطئه. الاشكاليه اللي موجوده في هذا الامر لابد ان احنا ننتبه اليها، ان فكره الاستقطاب الديني قد تضع مصر في ازمه حقيقيه. دي الازمه الحقيقيه وده الخطر الحقيقي على مصر. فكره ان احنا ما اصبحناش بننتخب احزاب سياسيه وبرامج سياسيه، احنا اصبحنا بننتخب اديانا، ولذلك البعض اطلق على انتخابات طائفيه.